أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا يزال حديثنا في موضوع العلاقات الزوجية وتحديد الطريقة المناسبة التي يفترضها الدين لهذه العلاقة. وحديثنا في هذا اليوم يتناول هذا العنوان: حقوق الزوجين بين ثلاث خطابات أو بين ثلاثة خطابات. الناظر إلى هذا الموضوع يلاحظ أن هناك ثلاثة خطابات لا بد من التفصيل فيما بينها وعدم خلطها، وإلا يسوء الفهم. الخطاب الأول هو الخطاب القرآني الذي يعنى بجانب القيم. هناك قيم ينطلق منها التشريع، هناك مبادئ عامة تشكل منطلقاً للأحكام الفقهية، وهذه في الغالب نجدها في القرآن الكريم، كقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أو مثل وعاشروهن بالمعروف، أو مثل لتسكنوا إليها. هذه الخطابات القرآنية وأمثالها تشكل الأرضية التي تنطلق منها التشريعات والأحكام. هذا الخطاب الأول. الخطاب الثاني هو الخطاب الفقهي القانوني التفصيلي، وهو ما نجده في كتب الفقه وفي الرسائل العملية من أحكام يتحدث فيها الفقيه بنحو تفصيلي عما يجب على الرجل تجاه زوجته وما يجب على الزوجة تجاه زوجها. الخطاب الثالث هو الخطاب الوعظي الأخلاقي، وهذا نجده غالبا في أحاديث المعصومين عليهم السلام، مثل: لو أمرت أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو في غير هذا الموضوع مثل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله لأحد الشباب: أنت ومالك لأبيك، أو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه قال:
لامرأة أن حق الرجل أكثر بمئة ضعف من حقها وما شابه ذلك. هذه خطابات أخلاقية وعظية. عندما لا يتم الفصل بين هذه الخطابات يحدث الخطأ، لا بد من التفصيل. ما هو مكان الخطاب القرآني؟ ما هو مكان الخطاب الفقهي القانوني؟ ما هو مكان الخطاب الأخلاقي الوعظي؟ على سبيل المثال، لو أن إنسانا جاء وقال لزوجته: انظري إلى حقي عليك، فإن النبي يقول: لو أمرت أحدا بأن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يعني أنا شوفي منزلتي بهذا المقدار، وأن حقوقي أكثر منك بمئة ضعف وأمثال ذلك. وهذه موجودة، يقول لك موجود هذا الحديث في كتب الحديث، لكن هذا الاحتجاج احتجاج خاطئ وغير صحيح من الناحية القانونية. لا تقدر تقول لا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شلون صرت أنت مئة ضعف في مثل حقي؟ طيب، عدم التمييز هذا ينتهي إلى مثل هذا الأمر: أعطيني فلوس اللي تربحيها أنت. ليش؟ لأن أنا حقي أعظم من حقش بمئة مرة. أنت يا أيها الولد لازم تعطيني أنا الوالد نصف راتبك بشكل مستقيم. ليش؟ لأن حديث يقول: أنت ومالك لأبيك. لكن هذا الاحتجاج كله غير صحيح، لأن منشأ عدم الصحة من أين؟ من الخلط بين هذه الخطابات، من عدم التمييز. هذا الخطاب لماذا قيل؟ هذا الخطاب لماذا قيل؟ هذا الخطاب لماذا قيل؟ متى نعمل بهذا الخطاب؟ متى نعمل بذلك الخطاب؟ الآية المباركة التي افتتحنا بها الحديث: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أو آية أخرى: وعاشروهن بالمعروف. مثل هذه الآية المباركة الأولى أو الثانية يأتي إليها الفقيه فيستند إليها باعتبار أنها هي منبع للتشريعات، هي روح للأحكام، هي مستند. ولذلك بعض فقهائنا المقلدين عندما سئل عن أنه هل يصح أن يرفع الزوج صوته على زوجته، دائما يصارخ عليها، هل هذا صحيح أو لا؟ شوف، استند إلى هذه الرواية، ما جاء مثلا في حقوق الزوجة ألا يرفع زوج صوته عليها، ولكن استند هذا الفقيه عندما سئل عن هذا السؤال قال: هذا مخالف للأمر القرآني، وعاشروهن بالمعروف. هي تصارخ عليه، مخالف للعشرة بالمعروف، هو يصرخ في وجهها أيضا مخالف للعشرة
بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن. لهن مثل الذي عليهن مو في كل شيء، يعني إذا سوت مثلا، إذا استأذنت هي للخروج أنا أيضا لازم أستأذنها في الخروج، كلا، وإنما الآية المباركة في صدد الحديث أن الحياة الزوجية لا تعطي جهة كل الحق وتحرم الجهة الأخرى من كامل الحقوق، مثل ما هذا إلى حقوق ويجب عليها الالتزام بهذه الحقوق له، كذلك أيضا هو يجب عليه الالتزام بحقوقها. هذا له حقوق هي تلتزم بها، وهي لها حقوق هو يلتزم بتلك الحقوق. نجي إلى الخطاب الثاني، وهو الخطاب الفقه القانوني. الخطاب الفقه القانوني خطاب صارم دقيق لا بد من الالتزام به، وفي موارد التنازع يكون فيصلا، يبين الفقهاء في رسائلهم العملية، وسنقرأ بعض النصوص في ذلك في آخر الحديث إن شاء الله، أن حدود واجبات الزوج للزوجة هي كذا، وحدود واجبات الزوجة للزوج هي كذا، ما فضل عن ذلك هو في دائرة المستحب. طبيعي أنه ما حد يقدر، وليس من الصحيح أن يجي يقول خلاص أنا الواجب علي هذين الأمرين، الكسوة والنفقة، هذا المقدار اللي واجب علي تجاه الزوجة، أكثر من هذا مو مطلوب من عندي. هي هم تجي تقول أنا الواجب علي الاستئذان في الخروج والتمكين الجنسي، أكثر من هذا مو واجب علي. وحتى شاع عند بعضهن أنه تأتي وتتحدث تقول الشرع ما يوجب علي أن أطبخ، ولا يوجب علي أن أكنس، ولا يوجب علي أن أرتب، وما شابه ذلك. صحيح في موارد التنازع إذا واحد أراد أن يقول أنني أنا لا ألتزم إلا بما هو واجب علي، اللي يقول الشرع ألتزم به فقط، هذا ممكن، ولكن هذا ما يصنع حياة زوجية، لأن أساسا مو هذا المرجع. المرجع هو الأول وعاشروهن بالمعروف، المرجع هو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المرجع هو لتسكنوا إليها بينكم مودة ورحمة، هذه هي التي تصنع الحياة الزوجية. نعم بعض الأحيان يصير هناك إشكالات، هذه الإشكالات والخلافات أنا أجي أحدد مقدار مسؤوليتي، الواجب علي ما هو؟ نعم واحد كذا، اثنين كذا، هذا مقدار الواجب، مو معنى ذلك لا أقوم بغيره، الباقي اللي أقوم به هو تفضل، عمل بالاستحباب، رعاية لحق الطرف الآخر. طيب وإلا لو فرضنا أنه هي قالت أنا هالمقدار بس أوجبه علي الشرع، ما أوجب علي طبخ ولا غسل ولا كنس، طيب وهو قال أيضا أنا أوجب علي الشرع بس هذا الأمر، قضية الكسوة والنفقة، هذه ما تنشأ حياة ينقلون هذا المعنى أن امرأة قال لها زوجها مثلا الصباح أنه سوي لنا ريوق، قالت الشرع
ما أوجب علي أن أطبخ إليك، زين غسل الثياب أكويها، الشرع أيضا ما أوجب علي أن أغسل الثياب ولا أكويها. قال منو قال؟ قالت إله العالم الفلاني ابن فلان. طيب يقول أنه لا يجب على المرأة كذا وكذا وكذا، الواجب عليها أن تستأذن في الخروج، والواجب عليها قضية التمكين الجنسي. زين هذا رتب أمره الزوج بأي نحو. العصر الزوجة قالت له أبو فلان أريد أزور والدتي لو توصلني إلى هناك، فقال لها خلي ذاك العالم ابن فلان هو يوصلش هناك. الذي لم يوجب عليك هالأشياء أيضا لم يوجب علي أن أوصلش إلى البيت، خليه هو يروح يوصلش إلى ذلك المكان. وهذه القضية وإن كانت هي طرفة إلا أن لها معنى، أن بهذا المقدار لا يمكن أن تقوم حياة زوجية. مو واجب علي أنا الزوج أن أمدح زوجتي، الواجب علي أن أعطي إليها نفقة وكسوة، إطعام وكسوة، أما أن أجي أثني عليها أتغزل فيها أقول لها أنا أحبش إلى آخر، مو واجب عليها. فصم بكم في هذه الجهة، هي هم مو واجب عليها أن تسوي فلان أشياء لي، فتبقى هذه الحياة حياة قاحلة جرداء. هنا بعد مو صحيح أن الإنسان يقول أن الشرع بس أوجب علي كذا وكذا. ليش؟ لأن هذا الخطاب إنما يرجع إليه في مقام حد الواجب، ولا سيما في حالات النزاع. لو أن الزوج مثلا ألزم زوجته بكذا وكذا، لازم تسويه وإلا أفعل فيش وأعمل فيش، تقول له أنا من الناحية الشرعية غير مطلوبة بهذا الأمر، والقاضي لا يستطيع أن يلزمني. ونفس الكلام بالنسبة إلى الزوج، لو أن الزوجة أصرت عليه إصرارا شديدا في قضية السفر، لازم نسافر وإلا يصير شيء اللي ما يعجبك، طيب يقدر يقول لها أنا هذا من الناحية الشرعية لا يجب علي أن أسافر معك أو أن نسافر، أصلا مو واجب هذا الواجب. ذاك في مواضع النزاع لفض النزاع يأتي ويقال هذا المقدار واجب وما عداه تفضل ومستحب. الخطاب الثالث هو الخطاب الوعظي والأخلاقي، ومع الأسف الشديد هناك خبط كبير في هذا الجانب. وكل واحد يقدر يجر النار إلى قرصه. طيب المرأة تستطيع أن تروح تتمسك ببعض الأحاديث في هذا الجانب، المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، حتى تقول لك المرأة النبي قال ريحانة يعني مزهرية يخلوها الشكل، أما تخدم وتشتغل وكذا لا، لازم بس يهفون عليها حسب التعبير ومروحونها باعتبارها شنو ريحانة، والريحانة إنما تشم بس، أما تشتغل وتخدمك وتعمل وتشتغل لا مو هالشكل. هالخطاب يخدم منه المرأة، خطاب وعظي. في المقابل أيضا هناك خطاب وعظي أخلاقي يخدم الرجل، أنه امرأة جاءت إلى رجل إلى عفوا إلى رسول الله محمد فقالت له يا رسول الله شنو حق المرأة على الرجل؟
فقال لها حقه أن يكسو ظهرها ويشبع بطنها نفقة طعام وشراب وملابس، هذا المقدار. قال فما حق الرجل على المرأة؟ فقال لها حقه عليها عظيم. قالت مثل حقها علي؟ قال لا، ولا واحد إلى مئة، ولا واحد من مئة ضعف. فقالت هذه المرأة إذن لا أمكن أحدا من رقبتي أبدا، زواج أنا بعد ما أبغى، ما دام الشغلة هالشكل ما أبغى زواج. طيب، هذه العلماء عندما يأتون إليها على فرض صحة أسانيدها الأخبار، لأن قسم منها أخبار لا صحة لها، مثل خبر ينقله غير الإمامية، أنا ما رأيته في الإمامية ولله الحمد، أنه ينقلون أن النبي، وطبعا هذا الخبر يعني لا يمكن تصديقه، أن النبي قال أن حق المرأة على زوجها، حق الرجل على زوجته، أنه لو كان من قرنه إلى قدمه قيح وصديد ثم لعقته بلسانها من فوق إلى تحت لما وفت بحقه. هذا الخبر ما موجود عندنا، زين، موجود في بعض كتب المدرسة الأخرى، وهذا الخبر يعني مخالف للأصول، غير أنه لم ينقل في مصدر معتبر من مصادرنا. قسم من هذه الأخبار، وهو كثير، أخبار لا سند صحيح لها. القسم اللي سنده صحيح أيضا لا بد أن لا يخالف الأصول العامة، ما يخالف القرآن. أي حديث نعرض على القرآن الكريم والأصول الثابتة في الدين ونرى أنه مخالف لها نتوقف في قبوله. شنو معنى هذا الكلام؟ ومعنى كلام الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فنجي إلى مرحلة ثالثة، على فرض أن هذا الحديث قد قيل، كيف يمكن توجيهه؟ وقد قام العلماء بعدة توجيهات، واحد من التوجيهات أن يكون قضية في واقعة خاصة، وهذا كثير. مثلا حديث أنت ومالك لأبيك، لعله أنا أشرت إليه في بعض المرات، أنت ومالك لأبيك يفسره الإمام الصادق عليه السلام فيما بعد، أن ولد كان قد ورث من أمه، أمه توفيت وهو صغير، والولد ورث من أمه مالا، الوالد ما عنده أموال، فصرف ما ورثه الولد عليه، نصيبه اللي ورثه من أمه صرفه عليه. وهذا ما في مانع أن الأب يصرف على الولد من مال الولد نفسه، طيب، لا سيما إذا كان الوالد غير غني، فصرف المال الذي ورثه الولد عليه في حاجاته في قضاياه. فلما كبر راحوا ناس وزوه، ذول أهل الخير حسب التعبير، يجي يقول لك كيف والدك صرف الفلوس عنك وباق ميراثك وإلى آخره، وحرك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقلب القضية. النبي استدعى الوالد، فالوالد قال له القضية صحيحة، وأنا صرفت المال علي، أنا ما عندي هذه الأموال، أفترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للولد أنت ومالك لأبيك، يعني استحي على وجهك، يعني اختشي. طيب، والدك سبب وجودك
وصرف عليك من مالك في الوقت الذي لم يكن يملك مالا شخصيا. طيب، فماذا تريد أكثر من هذا؟ عود يعلق الإمام الصادق عليه السلام على هذا فيقول: أفترى رسول الله كان يجب أن يسجن الوالد لحال الولد وصرفه عليه؟ يعني هل تتوقع أنه يجرجر النبي جرجر والده يقول له لا أنت مديون ولازم تدفع إلى آخره؟ كلا، استحي على وجهك، أنت ومالك لأبيك. فهذه قضية خارجية. هذه القضية التي نقلناها أيضا هي من هذا النوع. هذه امرأة بشكل معين حتى في نفس الحديث اللي ذيلة تقول ما دام الأمر الشكل إذن أنا عايف الزواج من رأس، ما أريد الزواج هذا. يتبين أنه عندها حالة الشعور مثلا بأن هي إلها حق كبير، ولازم، شايف قسم من النساء وأحيانا الرجال لا يعتبر أو تعتبر أن الكامل حق إله. طيب، وهو دائما الطالب والطرف الآخر هو المطلوب. هالنمط يحتاج أن واحد يعظهم يقول له ترى ديري بالش، ديري بالش، ها حق الزوج عظيم جدا. لأن بالعكس كان لازم أن النبي يتحدث إياه بشكل آخر، وهذا الشيء طبيعي. الآن لو واحد إجا إليك شخص هو عنيف المزاج، هو حاد الطريقة، لازم تتكلم وياه بما يخفف غلواءه، مو تتكلم وياه على زوجته، صحيح ولا لا؟ لأن العيب فيه، الإشكال فيه، أنت تعظه بتخفيف اندفاعه. ولو كانت الزوجة هكذا أنت لازم تتكلم مع الزوجة عن حق الزوج وما شابه ذلك حتى يخف اندفاعها. من خلال هذه الرواية يتبين أن هذه المرأة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله أكو عندها عدم توازن وعدم تعادل في نفسها، فالنبي أراد أن يوجهها بنحو تتوازن وتتعادل. إحنا ما يصير نجيب هذا الحديث ونعممه على كل مكان. أو مثلا ما ورد في بعض الكتب في غير مدرسة أهل البيت أن النبي صلى الله عليه وآله مر على مجموعة من النسوة فقال إن أكثركن في النار، أكثركم في النار. طيب، فتصايحنا وعصبوا حسب التعبير، فقالت له إحداهن يا رسول الله ولم، ليش؟ قال لأنكن تكفرن بالعشير. فيجي واحد يقول إيه شوف النبي بكبره جاي يقول أكثر النسوان في نار جهنم، طيب وانت واحدة من النسوان أيضا وياهم، هذا كلام غير صحيح. هذا منطق وعظي وأخلاقي لتلك المجموعة. إما أن النبي يعرف هالمجموعة الخاصة أن عندهم حالة من التمرد وعدم حمد النعمة وعدم القيام بحقوق أزواجهم، مثل ما أنت تعرف لنفترض فلانة وفلانة وفلانة هذول عندهم مشاكل معينة، فتقول النساء هالشكل يصنعوا، النساء يعني هذول المقصودات. أما أن تجي تقول كل النساء هكذا فليس كذلك. أو أن واحد يقول لا، المرأة التي لا تقوم بمسؤوليتها فتكفر بالنعمة، يكون حالها حال أي واحد كالرجل وكغيرها ممن يكفر بالنعمة ولا يقوم بمسؤوليته أيضا يعاقب عند الله عز وجل. الحاصل أن هناك ثلاثة خطابات نجدها في موضوع العلاقات الزوجية وحقوق الزوجين. خطاب قرآني يمثل القيم العالية اللي المفروض الحياة الزوجية
تدور عليها، العشرة بالمعروف، المساكنة، المودة، الرحمة، المسؤولية المتبادلة، التكافؤ في تحمل المسؤولية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا والخطاب الآخر خطاب فقهي قانوني لا يمكن الاقتصار عليه في بناء الحياة الزوجية، وإنما هو يحدد مجال الواجب وفي مواطن النزاع. هذا الأمر الثاني، الخطاب الثاني. والخطاب الثالث خطاب وعظي وأخلاقي، هذا الخطاب ينظر غالبا إلى مشاكل خاصة بالنسبة إلى قسم من النساء، قسم من الرجال، فيعظم الخطأ وينكر على ممارسيه بألفاظ تناسب خطاب الموعظة. أنقل لكم بشكل سريع ما ذكر في حقوق الزوج على الزوجة من الناحية الفقهية كما جاء في الكتب والرسائل العملية في منهاج الصالحين. قالوا إن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا، بعضها واجب وبعضها مستحب، والواجب منها على أقسام ثلاثة. القسم الأول حق الزوج على الزوجة، وهو أن تمكنه من نفسها للمقاربة الزوجية وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد، وهذا مر الحديث عنه. وأيضا أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه، هذا مر علينا. وينبغي للرجل، هذا استحباب، أن يأذن لزوجته في زيارة أقاربها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها كالحج الواجب مثلا. هنا يجي لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس، وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك. هو جوهر وروح الحياة الزوجية هو في هذا المستحب، لكن لو صار نزاع أكو مرجع قانوني يحدد ما هو واجب وما هو غير واجب. القسم الثاني حق الزوج على الزوجة، وهو أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه، وأن لا يؤذيها، هذا واجب، أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي، وأن لا يهجرها رأسا، الهجر في الفراش من غير نشوز من غير مبرر، ولا يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة. نعم، وبالتالي فكثير من الأمور من الناحية القانونية عند النزاع، افترض إنجاب، الزوجة تريد الإنجاب والزوج لا يريد، ما تقدر الزوجة تجبر الزوج على هذا، هو يريد الإنجاب وهي لا تريد، لا يستطيع الزوج أن يجبر زوجته على ذلك. فقد ورد في إجابة عن السؤال لمن أعطى الإسلام خيار الإنجاب، للزوج أو للزوجة؟ فإذا أراد الزوج الإكثار من الأولاد والزوجة لا ترغب في ذلك لأسباب صحية أو غير صحية،
فهل يجوز لها استعمال موانع الحمل من دون علمه؟ جواب المرجعية: يجوز له ذلك، يجوز لها أن تستخدم موانع الحمل من دون علمه. هذه مو الحالة المثالية، هذه الحالة القانونية. الحالة المثالية الاتفاق والتنسيق وعن تراض منهما وتشاور. هو يقول لها أنا أحب أن يكون عندي أبناء، وهي أيضا من المناسب أن تتفهم هذه الرغبة. هي تقول له أنا الحمل المتتابع وراء بعض يجهدني، يهدم صحتي، ما أقدر على ذلك. هو ينبغي أن يتفهم لها هذا الأمر، ما يقدر يقول لها لا أنا الأب ولازم تحملي، أو هي تقول أنه أنا التعب علي ما أريد أحمل. لا حق له في إجبارها ولا حق لها في منعه، وإنما التشاور والتراضي. نعم، كذلك في الأمور الاقتصادية تستطيع أن تقوم بعمل اقتصادي إذا كان لا يعارض حقه، ما يعارض الخروج. لنفترض لها تجارة إلكترونية، تجارة بمعنى تروح وتجي وتصعد وتنزل وتفتح دكان وتروح تداوم وغير ذلك، هذا يشمله دائرة الزوج، له الحق أن يمنع من الخروج إلا إذا اشترطت عليه في العقد وقبل بذلك، هذا يخرج عن سيطرته. وخلاصة القول أنه ينبغي أن نفصل بين هذه الخطابات، وأن يكون حادي الأزواج في علاقتهم الزوجية هو بصائر القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف لتسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة، لهن مثل الذي عليهن، وأمثال ذلك من آيات القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نعمل بأحكامه، وأن نسعد أزواجنا وأهالينا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.